فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما صحة قول بعض الناس عندما يودع أحدا: الله معك، بحيث يقصد أو بحيث لا يقصد إن الله موجود في كل مكان وإنما أمرا آخر؟ نعم، الله معك يعني المعية الخاصة اللي هي الحفظ والتأييد والنصر. الله مع الخلق كلهم معية عامة، وهو مع المؤمنين معية خاصة بنصرهم وتأييدهم والعناية بهم، هذه معية خاصة. نعم.